إن ما قلته عين من قال إن الإسلام انتشر بالسيف، وإن جاء بصيغة أخرى أبدا، انتشر السيف، انتشر الإسلام بالسيف وبغير السيف. بلاد كبلاد جاوة وسومطرة، هذه البلاد بها أكبر نسبة مسلم في العالم، ولم يذهب إليك جندي بسيفه أبدا، وإنما انتشر الإسلام بماذا؟ بالتجار. التجار المسلمون هم الذين نشروا الإسلام في جنوب شرق آسيا، منطقة ماليزيا وإندونيسيا وسومطرة وتايلاند وكمبوديا، كل المنطقة دي كلها يعني بها أكبر نسبة مسلم في العالم في العب ده، ولم يصل هناك جندي بسيفه. إذا هناك مناطق فتحت بالسيف، وهناك مناطق فتحت بالدعوة. هذا موجود وهذا موجود.